في الخشية علاش لا، ولكن الخشية راه اللي يهود فهمشي، اللي يهود دير اللي يهود فهمشي، عاد راسانا راه دير اللي يهود، ولكن حنا راه مغاربة الخوش، واش حنا مغاربة؟ اليهود ديالنا واش هذا ديالنا؟ عاسك شو واش واش ديالنا الخوش حنا؟ ماشي ديالنا، حنا راس العام ديالنا كنحتفلوا به كنفرقعوه والله كنفرقعوه، ما كاين الفرام والستروبو والعيباش وكذا كنخلقوها في راس العام ديالنا، ولكن هذا ديال اليهود ما خصهمش هما اصلا. واش متفقة معايا خشي ولا لا؟ واش غنقول لك؟ شحال الساعة؟ شحال ديال السنة ديال الهجرية؟ 2020 راه باينة هو قال انطقة. سمعوا 1437 1437 كاين شيكاغو كاين شيكاغو والاخوان حنا ما كنحتفلوش مع اليهود، عندنا حنا ديالنا، حنا راس العام ديالنا كنشربوا فيه الخبز زواشي، حنا ولاد باب الله عايشين بالخبز زواشي وهذاك الشيء اللي كاين، واللي خلاها راه صافي ما خلاهاش خلي ما نكذبش عليك او 10 ل 10 جرين بوز حشنوش الفلام سال الفيلم طلعت الكتبة يا لا جورنال لا إذاعة شو كاينة وفي هاد البلاد حبوها يديروا الرئاسة خوت الله يدخل 2019 على كاع المسلمين ب 1000 خير والناس اللي تشردوا في الكريانات شوفوا ديورهم يا ربي تسال عليهم وتسكنهم في 2019 واللي شاف الغمة ما يشوفهاش اللي دخل على كاع جميع المسلمين كنحتفل براس العام انا مسلم ما خاصنيش احتفل براس العام الحمد لله حنا ديما سكرانين في البلاد حيت هاد البلاد فيها غير الشراب والفساد كاين والو كاين الشراب والفساد عشنا في الشراب والفساد من نهار تجارنا لو كان يعمر الفجر غير 15 مره والله شنو نقولوا حنا بلاد اسلاميه وتحيات الناس الزوينين اللي واقفين معانا وتحيات الاصدقاء اللي معانا ديديكاس 3-4 الخليه الزيرو زاده وجميع الناس المحبوبين وكنشكركم بزاف وغنهديكم واحد ديسك زوين في راس السنه كنت كاتبو عندي 53 ديسك وغنهديكم ديسك واحد وتسمعوه بالخليجيه سمعوني أتاني صفر أتاني صفر ضاعت أحلامي في قطر والله إني ما بتزبر حتى بسمع الخبر والله إني ما بتزبر حتى بسمع الخبر بحبك يا أمر لازمني اليوم صبر اليوم صبر أنا مكسوف بدي أكسر الخوف ما بغني حتى يجيلي جمهوري حبيبي اي ام سوري هما اللي غينوروني حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.